الهدف من عقد هذا اللقاء التواصلي وكذا باقي اللقاءات التواصلية مع السادة قضاة التحقيق بمملكتنا الشريفة يرمي بالأساس إلى توحيد الرؤى والاجتهادات في مجال التحقيق الإعدادي، وإننا كقضاة التحقيق سوف نبقى نحتفظ بهذه اللقاءات التواصلية كأثمن موروث نتناقله كأجمل حكاية وأصدق رواية وأنجع صورة كلما هجت إلينا الذكرى وحانت إلى سالف مجدها. الحقيقة أنه كانت محاور جد مهمة وجد دقيقة، تم طرح عدة إشكاليات قمنا بالجواب عليها بعد تبادل الآراء والنقاشات مع السادة قضاة التحقيق. وإننا بهذه المناسبة نتوجه بأسمى عبارات الثناء والعرفان لسيادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيس محكمة النقد على هذه البادرة الطيبة التي كان سباقا لها، والتي في الحقيقة انبثقت من أفكاره النيرة وسعى من خلالها إلى عقد هذه اللقاءات التواصلية ليكون الهدف الأسمى منها هو خلق قضاء تحقيق ناجع وفعال، ملحا على أن يقوم السادة قضاة التحقيق بإعادة مجدي وهيمنتي وكرامة هذا القضاء كما كان عليه مسبقا. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينعقد اللقاء التواصلي بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي يضم قضاة تحقيق لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحاكم الستة، إضافة إلى قضاة تحقيق لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ومحاكم الابتدائية التابعة لها. في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لسيادة الرئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد على هذه المبادرة بعقد هذه اللقاءات الجهوية بمحاكم الاستئناف بالمملكة الشريفة، وهي مناسبة لطرح الإشكالات القانونية والواقعية وإيجاد الحلول لها من خلال مساهمة الجميع في النقاش. إن عمل قضاة التحقيق يتسم بالدقة، فقضاة التحقيق يمارسون عملهم في علاقة مع النيابة العامة من خلال المحاضر التي تحال عليهم من طرفها، وفي علاقة مع أطراف النزاع عندما يتقدم أحدهم بشكاية مباشرة للسيد قضاة التحقيق، ثم في علاقة مع الغرفة الجنحية التي يطعن أمامها ضد الأوامر الصادرة عن السادة قضاة التحقيق، وفي علاقة كذلك مع الجهات أجنبية. فقضاة التحقيق وهم ينفردون بهذا العمل يمكنهم الانتقال إلى دولة أجنبية للاستماع أو استنطاق أطراف لها علاقة بجرائم مرتكبة داخل المملكة من قبيل جرائم إرهاب. والأستاذ عبد القادر الشنتوف وهو نعتبره قيدوم قضاء التحقيق هو من يقوم بهذه الإجراءات، بحيث عن طريق انتدابات قضائية يتوجه إلى دول أجنبية لاستنطاق أطراف تكون مرهنة الاعتقال في دول أجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الإبزار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما تشاهدون اليوم لنا لقاء آخر من اللقاءات التواصلية اللي تتقد مع السادة قضاة التحقيق. كان اللقاء في أكادير، ولقاء ثاني في مراكش، ولقاء ثاني في مدينة وجدة، ولقاء رابع كان في الدار البيضاء أمس، واليوم لقاء خامس مع قضاة التحقيق بالدائرة الاستئنافية لكل من الرباط والقناطرة. هذا اللقاء التواصلي هو مهم جدا، وكنطرحوا فيه واحد العدد ديال الاشكالات وعدد ديال المشاكل اللي كتطرح في قضاء التحقيق للنقاش ولتبادل الراي وتبادل التجارب الفضلة في هذا الميدان، هذا مجال جويد للعمل في قضاء التحقيق وارجاع المكان اللائق، ارجاع المكان اللائق للتحقيق من خلال واحد العدد ديال المحاور طرحت اليوم وتناقش من خلال جميع القضاة ديال التحقيق. اذا نطمحوا الى توحيد الرؤى وتوحيد الاجتهاد وتوحيد العمل في هذا قضاء التحقيق، هذا اللي بغينا يكون في واحد المستوى اللي كما هو مصدر في القانون او في مصدر الجنائي. شكرا. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.